تتمسى. عندي سفرة على بكرة بكير، ما بقدر أتأخر. يلا خاطرة هوني. مرزوق لك ولا للديب؟ خسى الديب. بيلتقلوا معك قرشين بضاعة مالك شغل فيهم؟ شو قصتك انت؟ كأنه عم تشتغل شحاد مو شوفير كاميون. اخ شو بدي قلك لقلك؟ مصاريف الى اول ما لآخر. مصاريف ايش؟ بعلمي اهلك مانون بحاجة؟ اهلي مالون بحاجة صحيح، بس انا بحاجة. يبعتلو قتلو صاحب السيارة كل 7 شهور ليحاسبنا مرة. تعال سيك. خد 500 وخلي لي 500. لكن هات له هو الولد وبني كفوني ما بتأخر لك فيه. يلا خاطر سلامي. خد الباب بإيدك. وين عم يروح بها المصاري هالولد؟ أحلى يكون عامل أبو قمار ولي. مرحبا رفيق. وين روح؟ مساء الخير رفيق. أهلين مخلص. شو وين رايح؟ على عرس أبو ياسين. عايزك بشغلة ضرورية أنا. خير؟ إلك ولا للديب؟ خص الديب. بيلتقلوا معك قرشين بضاعة؟ آه. قديش يعني؟ شي 1000-2500 ورقة. شو قصتك أنت؟ عم تحط مصاريك في البنك؟ ما بشوف غير ما في معك. أخ يا رافي أخ. قول اخ وبيطلع من قشط ماني دخان. يلي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. شو ما بعرف؟ ما بقدر بعدين بشرح لك. سيك اخي هاي 1000 ليرة. ان شاء الله بيقرب فرصة برجع لك اياها. مثل اللي قبلون؟ اذا مزعوج بلاها خلص ما عاد بدنا. لا اعوذ بالله خذون. لا بطلت اخذها شرعي. لك اخي خذون نحن اخوة ما بصير تخجلني. اذا بتبلط البحر ما باخذ شي منك. يستر على العرض احطه بجيبتك نحن اخوة ولا وجبت له وحدة. لك لا يا مخلص روقنا. يلا خاطرة. الله يخلينا اياك وجور بخاطرك. شو قصة هالولد؟ وين عم بروح مصاري؟ معقول يكون عم بحشش؟ يا لطيف الله يعفي عننا وعنه. يا لطيف. صباح الخير. صباح النور. ما عم تاكل لبنة؟ شو؟ شافك فائرة كثير اليوم. ايه بدي ادفع اجار العيادة، معك مصاري؟ قديش بدك؟ 5000. لك بلحق اخذ العيادة، لك رح تخرب بيتنا على الفاضي. شو اعمل يعني؟ سكرها؟ لك ما عم اقول سكرية بس طلع اجارها على الاقل. ما خليت طريقة ما جربتها، ما في زباين، شو اعمل؟ لك عملي دعاية لحالك. شلون بدي اعمل؟ ما بدك حدا يعمل اسنانه عندي حتى يجرب؟ معي اخوك مرزوق فوت على عيادة. لعلي مو مرزوق، لعلي بالمصلحة. دكاترة اسنان صاروا أكثر من الهم على القلب. وشو الحل يعني؟ كمان مو معقولة، كل شهر نحط 6000 ليرة سوري بين أجار عيادة وأقساط، كمان بدي أقف على رجلي أنا. والله بعرف، شو أعمل؟ أطلب من الغريب يعني؟ لو عنا غرفة زادة بهالبيت، كان حلت مشكلة العيادة. هلا خلينا نفكر بأجار هذا الشهر، بعدين بفكر بباقي الشغلات. طب شوف واحد باخواتك خليه يعطيكي، بس يصير معي انا بتعطيه بالسددي. ماشي. اليوم عندي اول عمليه مناخير، راح استلم من هون وسلمك من هون. يكتر خير هالمناخير، لولاهم بدنا شحدنا. صب لي ان شاء الله بكره بس تتحسن الامور راح ابعتك لبرا تعملي دوره في الجراحه التجميليه للاسنان، بدنا نقبر الفقر. ايه عايش يا كديش لينبت الحشيش. لك كل اللي انا بجراحة تجميلية نبت حشيش انه فورا. يلا هاي اخر كاسة شرفي. اهلا 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 استاذ شفي. اهلا. كيفك استاذ هاني؟ يا هلا مرحبا. اهلا استاذ. تفضل. بس لارجيك هالشوفي. هات لاشوف. شو هاد؟ شو هاد شفيق؟ طول بالك؟ طول بالك؟ اسمح لي أقدم لك الهدية. تسلم تسلم يا أستاذ شفيق. أستاذ سيف
عمره 50-60 سنة والختم على الشفرة. ما شاء الله، تفضل تفضل ارتاح. ممتاز. على سيرة الختم بدي شرحك الختم اللي عندك. خير بدر مني شي استاذ؟ لا يا استاذ شفيق، لا يعني كل ما بطلب منك شغلة بتعتبرها ضدك. انا بس بدي اخلص من الاستاذ منير. طيب شو دخل الاستاذ منير بالختم؟ كل شوي هو ناطط لعندي بدي يختم له شغلي. يعني بعطيه الختم اللي عندك منه بخلص منه ومنه بنكسبك، وهيك كل ما بدك تجي تختم شغلي منشوفك. والله يا اختي اذا نفضتيني على الكهرباء نفض ما بتلتقى معي الف ليره. لك بعرف، قلت لحالي بسالك بلكي مريتي على ادهم ومرزوق. ادهم مو بالبيت، مرزوق بيكون طلع ما معه اللي بقاله هلا. مري على مرزوق المساء، هذا مو موظف بيلتقى معه. راح امره. قال علمناكي دكتوره مشان نديم منك اذا طفرنا، الطفر لاحقنا لاحقنا. لك شو بدك تعمل؟ ما لقينا نبيع الماء غير بحاره السقايين. شو اخي ليش قاعد هون؟ عم تعمل تصليحات بالمكتب تبعك؟ لا اختي، اعطوني جناح فوق، جناح مرتب كثير. غرفة نوم وكذا وهي يعني شغلات كتير حلوة. مكتبي هلاك عطيته لواحد تاني ما عاد بدي اياه هون مؤقتا بس. ايه موفق لك عن اذنك حبيبي. اهلين دكتورة، الله معك، ان شاء الله بصير معك مصاري وتدينينا يا دكتورة. والله وشي بسود منك يا استاذ، الاستاذ هاني طلب الختم لو سمحت. ارجع بعد خمس دقائق خذو. استاذ المدير ما بسترجي احكي معه هيك؟ ارجع بعد خمس دقائق. بده الختم تضرب انت وياه وهي الختم. والله ما عاد لي عين تطلع بالرجال، شلحنا كل شيء، المكتب والسيارة والعفش وهي الختم كمان، مو باقي غير تجوزني مرته بالاخير. لا تخاف، ما بشلحوا غير الشغلات اللي عليها القيمة. لا بس عن جد قلبي عم يجعني عليه. بتعرف رح خليه ينسى نهائيا اني بيوم طلع قرار تعيينه مدير عام. لا ورايح مشتكي علي لمعاول وزير جودة. اجا هيك بيستاهل قطع رقبته، الله ليقيم. لكن لا وجايب لي سيف، قال على اساس انه بيحبني، لو تشوفوا شو شالوا علي فكرت بده يهجم ويقتلني. والله بس والله سيف مرتب. ليش انت بتعرف الشغلات هاي؟ لا الي صاحب بيشتغل بالانتيكات. دبرنا بيعته لكن. تفضل. هاي الختم استاذ. يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ. لعلى شو عامل بالختم هذا؟ ده يمكن من قهره نازل فيه عضوضة. جاهزين استاذ؟ رودع علي الباب. يلا ها. اهلي عم ابو جمال. شو ها شو ها شو ها شو شي جايبين الكاميرا وعم تصوروا على كيفكم عم تصوروا؟ هي من غير ما ندرى نحن على الهسي يعني على الهسي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وينكم انتو؟ ليكنا نحن ليكنا، وين مسدس تركنا عندك؟ ليكو معي حطوا على خصرك. ايه اوعى 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 شيلو شيلو لك يا اخي شيلو. روح روح المخرج بده اياك. روح روح ايه. روح الله يهديك. مر استاذ. الله يرضى عليك ابو جمال. تطلع على السطح بتوقف لي هنيك بهديك الزاويه، بس يجي البلدوزر بتصير تقوص عليه. معك طلقات بالمسدس؟ لا ما معي. يا رافي. نعم استاذ. عطيكم طلقه خلبي مشان يقوس على البلدوزر. حاضر استاذ. الله بعطيه. موجودين كل شيء موجود استاذ، ولا يهمك. مشان ايش البلدوزر استاذ؟ مشان يهد. شو شو يهد؟ اللي عمرناه، هذا اخر مشهد بالمسلسل. شو تهدوا؟ فكرتكم جايين تعملون بلوك. بلوك شو؟ بالسيناريو ما بنوصل للبلوك. ما بتهدوا الا على جستي، على جستي. ما بتهدوا الا على جستي. شو تهدوا ما تهدوا؟ قال يهدوا قال إن إحنا بطلوع الروح لحتى عمرنا، تجوا تهدوا؟ قال يهدوا قال. قال يهدوا. طول بالك يا عم أبو جمال، طول بالك.
قال يهدوا، قال لك على الحكيم قال يهدوا. الله يرضى عليك يا عمي ابو جمال، ما تعمل لي مشاكل. اي كلمه المخرج رح يجيب لك الشرطه. نحن مرزوق جابكم لهون على اساس انكم تعمرونا، انتم حضرتكم جاي تهدوا. قال يهدوا قال. شوف عم، نحن مو شركه تعهدات، نحن شركه انتاج تلفزيوني وبالموافقه معنا بناء وهد، فما بطلع بدك تعمل شيء. واذا منعتكم يعني، واذا منعتكم بجيب لك الشرطه. انا ما عم هددك يا عمي ابو جمال، بس عم فهمك شو راح يصير. الهد بده يصير يعني بده يصير، فلا تعذب حالك يا عمي ابو جمال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي ليش بكون تهدوا؟ نحن ما صدقنا عم تعمرنا. والله يا جماعه ما بيطلع شيء بايدي، لو بيطلع شيء بايدي كنت بحكي مع المخرج، بس المخرج عقله تراس ما بيفهم، عقله مثل الحيط. ام جمال الله يرضى عليك، لا تدخلي لا تدخلي. شوفوا لنا الطريقه الله يرضى عليك، شوفوا لنا طريقه ما نهد. والله بنجلت بنجلت والله. مستحيل بالسيناريو مكتوب هد يعني هد، المخرج ما بيقبل. عم قلكم المخرج عقله مثل الحيط ما بيفهم. لحما الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. ما صار الا هربتي، ما صار الا هربتي. عجبك هيك عجبك؟ كون شو دخلني؟ ايش عم بيهدوا لاني هربت؟ ان شاء الله مفكره انه هنا جايين منه لحالهم بدهم يهدوا. لا اكيد هذا مرزوم اتفق مع صاحبه وبعته مشان يهدوا. ايه بعته مشان يهدوا. هذا شو جابه الله؟ دخيلك يا مرزوق دخيلك، جايين يهدوا جايين يهدوا. مين بده يهد لك؟ ليكن جايبين الجرافه، الجرافه جايبينها. هاد ولا بلوكه وانا موجود هون مثل ما عم بحكيك. لك يا مرزوق يا حبيبي مكتوب بالسيناريو من اول هد يعني هد. ما بينهد. سمعونا اذا بتريدوا، بدنا نصور. بدك تصور؟ الى عيونه وينه؟ ليك ارجع ارجع لورا، ارجع لورا، ارجع لورا، ارجعوا. يلا انت وياه، يلا يلا لشوف، ارجعوا لورا وانت ولا انت وياه. درمل درمل كنت صوروا معه. ها لك يا مرزوق يا حبيبي، كل شيء عم بسوي ما راح يفيدك. نحن دافعين ومتكلفين مو مشان نعمر لك، متكلفين مشان هالمشهد. وشو الفايده من هالمشهد؟ لك يا عمري يا حبيبي يا مرزوق، هي لوحه عمال بتصور معاناه المواطن بتهد له البلديه. لك يا قلبي خليه بالسيناريو انجليط، ضروري تهدوا له. لك يا مرزوق يا مرزوق يا مرزوق يا حبيبي طول بالك، هدي ارجع لورا ارجع لورا بذبح حالي. ها لك طول بالك يا حبيبي، كمان هو بالسيناريو بنجليط بس بعد ما يهدوا له. ايوه. لك اخي انت بدك تغتني من ورانا؟ دافعين لك اجار البيت وحاطين لك حق مواد مشان نعمر لك؟ مالي اخذ شيء، مالي اخذ شيء، ومستعد اعطيكم يلي دفعتوه اكثر. ايه واكثر. لك شلون مو اخذ شيء؟ شلون؟ شلون؟ ايه فعلا مو اخذ شيء، بس وعدنا نعوض له. يخرب بيتك، لك كانوا بدهم يلغوه هذا المشهد بالشركه لانه مكلف 100,000، بدك تعوض له؟ لك فركش. لك يا استاذ طول بالك بس خليني فهمك. ارجع لورا. استاذ طول بالك طول بالك. لك شو بدك تفهمه؟ شو بدك تفهمه؟ العمى بقلبك العمى، رح يبوس ايده لمدير الشركه حتى ما يلغوا له يا هذا المشهد. بتيجي انت يا رافي بدك تترزق من ورا ظهرنا؟ بسيطه يا رافي بسيطه، اذا ما بخليه يجيب لك الشرطه ويبطلك من الشركه ما بيكون اسمي حسان. ايوه رجع لورا رجع لورا. حرامي. يلا شباب ضبوا الاغراض والحقوني على الشركه. والله جاي عبالي غزك انت اكثر واحد، بس حرك انت اتحرك. عمليا شفيق هو المدير الفعلي، الوزير خصص جيب للمؤسسة بس ما رح يعطيها للمدير العام، رح يسلموها لشفيق بس توصل. يا ستي ألف مبروك إن شاء الله. تصوري طلع جولة على المؤسسة شاف فيها مكتب شفيق. تعرفي مكتب شفيق فخم. ايه مع هيك ما عجبه للوزير، قال له للمدير العام شو ها
شلون بتقبلوا واحد مثل هذا يقعد بهيك غرفه؟ فورا بتقطعوا له قاعه الاجتماعات وبتعملوا له فيها منافع وحمام وغرفه نوم عدا عن السكرتيره. ايه بس بدك تديري بالك. ها من شو؟ كل وسائل هالراحه إيه كانها مو معموله مشان الشغل. شو قصدك؟ شو بده بغرفه النوم بالشغل؟ منشان يرتاح فيها اذا اجى على باله، وبلكي منشان بعد الظهر او بالليل مثلا. لا، لو شفيق هو اللي عامل هالشغلات هي. بس الوزير هو اللي اعطاهم الامر. مو معقول يكون منشان هيك. لا مو معقول. نمر، والله نمر، عبيت عيني، والله عبيت عيني. لولا كانوا هدونا هدو كانوا. لك شو هدو؟ لك ما حدا بيسترجي يعتب هون عندك على جستي. شو صار بالاكل؟ شو صار بالاكل؟ كتر خيرك يا مرزوق، لولاك كانوا هدونا. واحجبنا. شو بدك؟ احكي معك كلمتين. فو؟ طالما نصاتك على زمتي شو حاله بيتي؟ شو بدك؟ مرزوق، أنا آسفة كتير، غلطت بحقك. أنا الحق علي، ما كنت لازم خليها توصل لهالمواصيل. يخرب بيتك شو جريها. أنا مو بس غلطت بحقك، أنا ما كنت فاهمة أنت. بسيطة بسيطة، عادي بتصير. لا تاكل هم، إذا لساتك قبلان، أنا قبلاني. قبلان شو؟ إذا لسا بدك يعني، أنا بدي. أنا بدي إياكي، إيه بس مو غصب. لا وحياتك، بكامل إرادتي. مشان مو كل يوم والتاني تشكلي لي فرار، لك أنا مليت من هالشغلة. خلص خلص مرزوق، بوعدك. البسي فستان عرسي، خليني آخذك تدحلي قدامي قومي. هلا، إيه مو حلوة هيك؟ تكرم عينيك، بس على شرط. شو هو؟ بدي ابعت معك مرافقة لعند الكوافير، بركي شكلتي فرار. قولي يا محمد عمي. يا الوزير مخليه جوكر منشان وين ما عصلجت شغلة بيبعتوا عليها. مرحبا. هلا شفيق. من هلا ورايح فيكم تعتبروني متمرد. خير خير. ما بكفي شلحني السيارتين وفوقن المكتب، كمان شلحني الختم، بده يمحيني نهائيا. عم يمزح؟ لا ما عم بمزح، عم بحكي جد. تارك له الجمل بما حمل، خليه ينبسط. لك العم حتى سيارة الشركة ما عم يخليهم يوصلوني فيها. يلا قومي بدنا نروح على البيت. لسه ما خلص الدوام. عمرينه ما يخلص. اصلا اللي ماشي دغري، مو ظابطة اموره بنوم، مو ظابطة غير امور اللي ماشي عونطجي وما في اصل ولا في وجدان. يلا. طيب نوال، اذا حدا سأل انا بالمكتب الثاني. ايه ايه ولا يهمك. ضروري كان تحكي قدام نوال. شو فيها؟ صار لي ساعه عم بحكي لها قديش لك مركز وقيمه هونيك، جيت كبت لي على النار ما انطفيتها. وحياتك ما راح يهدى لي بال قبل ما اصير مدير عام، مو بس مدير عام، وزير كمان. يعني مو وزير، معاون وزير. ونوال جوزها راح افرز لهم شبح، واذا جوزها ما بيعرف يسوق بدي افرغ لهم شوفور. طيب خلاص طول بالك، لا تشد كثير، كتر الشد بيرخي. ها هالمره يا قاتل يا مقتول، ما عاد في مسح بنوب. اليوم بعد الغداء بدي اكتب تقرير مفصل، وبكره الصبح على طاوله الوزير بيكون. فكرنا مو بالبيت وبيروح. خلينا نشوف شو بده ونرتاح. شو بده يعني؟ بده عيمات. ما قال خلوه عندكم اسبوع، مو فاضي له هلا. ايه بس مشان يحرق قلبي بفضاله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين كانت مخبايتنا هالبلوة ما حدا بيعرف. طيب انا بروح معه برجع بهرب لهون. لا ماما بيجيب الشرطة، خليه يفكرنا مو هون احسن.
لك عماد؟ يا عماد شو انت رشد؟ ما عاد الحمل أكتر مني. بدي شوف شو بده. بابا الله يرضى عليك عود، هلأ بيمل وبيروح لحاله. دروس ماما دروس. لك عماد شو انت رشد؟ لك ايش بك معلم؟ اذا طلعت على الباب دقيت ما اريح لك؟ زعجناك ما هيك؟ يلا وكيلك نستنى ساعتين الظهر تنام بيها. لا تواخذنا، هلأ رح اندهله آخر مرة، إذا ما رد رح أطلع دق عليه الباب. في جب أوتوماتيك طلعت معي. لك عماد يا عماد طالع له. بدي أقوي صوت التلفزيون، الدنيا قايمة قاعدة، بدي أعرف شو عم بيصير. طيو طيو خليه يفكرنا مو هون، بركي بيروح. لك بيكون سمع قايم مفتاح. لك انبحت الطويطة وانا عم طوط لكم، شو مالكم سمعانيني؟ كنا سمعانين بس معلين صوت التلفزيون لذلك ما سمعنا. شو بدك؟ اجلنا العرس جاي اخذه لعماد. لك مو قلت خليه عندكم اسبوع؟ هلا مو فاضيله، حسب حسابه الولد قاعد اسبوع. هو اللي حاسب حساب ولا غيره اللي حاسب حساب؟ عماد عماد يا عماد جدو طلع لشوف. تعال هون عماد. مليت مليت مليت، امتى بدك تيجي وتخلصني من جهنم الحمراء؟ سميرة 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 يلا يلا يا ابي جاي. لك ابي ليش بتضلي مسكري على حالك الباب وبتطولي لحتى تفتحي؟ شو عم تعملي؟ ما في شيء يا ابي، كنت متسطحة. ما بدك تعملي لنا غدا؟ يلا هلا. وليش هيك عم تحاكيني من غير نفس؟ ما في شيء ابي ما في شيء. لك ابي افتحي لي قلبك، اذا في شيء مضايقك قولي لي عليه. يا ابي والله مليت لحالي، انا كمان بني ادم بدي حدا احكي معه، حدا اشرب انا وياه فنجان قهوه. هاي الشغله بتقيميها من بالك بتاتا بتاتا، بعد الشيء اللي صار ما في طلعه من البيت بنوب، فهمتي؟ لفشني يعني. فهمت فهمت. مليت مليت وطقيت. تعا خلصني من جهنم الحمرة، ببوس ايدك. لا 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 ما بتأخر ما بتأخر. لك وقف عندك يا شبان. طبعا عمي بدي انقطع نفسك، طبعا باليوم ترقالي باقيتين دخان، اكيد بدي انقطع نفسك عمي. بورفيك يا جبان. يا برهان يا برهان، لك يا برهان كل شيء حكى كذب كذب. انا ما دخلني باللي صار، ما دخلني ولا بعرف اللي صار اصلا، ما بعرف. انت حسابك بعدين، اذا مو اليوم بكره. هلا لا تفتح سيره، قلبي رح يوقف. روح جيب لي السياره. اوام اوام حسابك بعدين. يا نايف يا نايف. لك شو بدك؟ حبة تبع تحت لسان ما عم بقدر طالعها بالجبل وراني. ببوس ايدك يا نايف، تعال اعطيني حبة. الحبات بالجبل وراني، اعطيني حبه. مد لسانك افركها قبل ما يجي نوراس، هلا بيذبحك. قل له نوراس يروح يدير باله على شغله احسن له، انا مالي علاقه بحدا منهم، مالي علاقه بالموضوع. سلامتك سلامتك يا برهان. الله معك يا نايف. يا ابي شباب وين الخبزات؟ عمره ما حدا ياكل، عمره ما حدا ياكل.
كانوا رابطين لي قدام باب البيت. ايه قدام باب البيت. كنت رحت فيها كنت رحت فيها. طب يا بيلا انت حتى امك ساكت على هالشغله، خبر الشرطه وخلينا نخلص. اذا بتعرف الشرطه ما بعود تعرف عليكم، ما بعود تعرف عليكم. لك هلا قتلوك احسن. احسن احسن، ما حدا دخلوا ما حدا دخلوا. روحي انت جيبي خبز روحي. أربع خمس صفحات وبخلص. كم صفحة صرت كاتب؟ شي 30 صفحة، ما خليت لا شردي ولا واردي ما كتبت عنه. خايف لك مو بس يشيلوه ياخذوه من برا. إيه الله لا يقيمه. وأنا هيك عم أقول، لذلك ما عم برحمه. شبك؟ أنت شبك؟ ليش هيك واقفة متغمد شباب؟ عم استدلك مشان العشاء. ليك ذكرتيني تبع الامتحانات، انا ما بحب حدا يوقف فوق راسي. امي بدي اعرف اكتب. الله يخليكي. خلاص خلاص فهمنا امرك. يلا وتخلي ظلام الليل بعيوني حبايب ضايع شوي 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 غني غني. أمان 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 يا ناديمي. أمان أمان أمان. بابا أنا ما أفهم بالحساب. إي بابا هي مو حساب، هي تعبير. تعبير؟ تعبير مقدور عليها. عن شو الموضوع؟ عن المطر. مطر بعز دين الصيف. الله يبعث خير. روح عود قوام لنقلك. روح. فضل بابا. ينزل المطر على أساطيح المنازل. على أساطيح المنازل. فتنهطر الأمطار دمعة وزخة وتغسل كل أساطيح الدنيا. كل أساطيح الدنيا. وبيطلع الربيع وبتنفتح الزهور. كما أن للمطر فوائد اقتصادية جنة، حيث يرتفع منسوب المياه الجوفية وتمتلئ السدود السطحية. وخود على سباحة، خود على قوي مع سبحة. شبك؟ تعرفي إذا بصل التقرير لفوق شو بيصير؟ بيطير هاني. وأنا أول واحد بطير معه. أنت شو دخلها؟ كيف شو دخلني؟ أول باشتان بيسألوني ليش ساكت لهلا، ثاني باشتان كل الشغلات اللي كاتب عنه موقع عليها أنا. لعمة لوين؟ بدي روح شقه، بدي شق التقرير قبل ما يوصل لعنده. الله يخليك. لأنه أنا إذا بدي أطلع بدي أطلع لفوقه، إذا ما بدي ينزل لتحتي. لك لك عود هلا بعدين بتشق. عود كمل عشاك. خلص بقى عود. شبك خرجي. بدي روح شقه. شايفين؟ خلصنا بقى. وينك؟ وينك؟ وينك عمي؟ وينك؟ شو بقول لك؟ أنا بالنسبة لي يعني بس تكونوا جاهزين أنا بكون جاهز، وبالنسبة للوراء إن شاء الله بكرة الصبح بتكون خالصة. والعفش؟ أني عفش؟ العفش اللي حكينا فيه. إيه إيه إيه، العفش بكرة بيصاب، بكرة بيصاب. منيح ما دام العفش والوراق جاهزين، بكرة بتمرق علي الصبح بناخذ الوراق وبنروح على بيتنا. أنا أصلح بكرة فيه بكير مشان أوصلكم. لا خالي، ما في داعي تفيق بكير، نحن مالنا طالعين بعراضة. خلو بوصلكم بالسيارة وبرجع. لا خالي، إذا مشان السيارة ما في مشكلة، أعطي المفاتيح لجميل من هلا، خليه يعمل فتلة ويجرب السيارة. فتلة هلا؟
شو عليه خالي؟ شو عليه؟ شو عليه خالي؟ شو عليه؟ خليه يتدرب هلا على السيارة قبل ما أسلمه إياها، بدي أمن. خليه يتدرب أنا، شو أنت فارقة معه؟ أعطيها المفاتيح. شو خايفة؟ لسه السير شغال. شايفت لك ما في غير عم ندهور صحتنا من هالمناوبة بالليل. لك كنا نسهر نشوف العالم. هلا ما في غير من نام بالنهار وما منشبع نوم. اليوم على أساس روح لعند أخي المسا مشان أجار العيادة. قلت لحالي بروح على البيت بريح لي شي ساعة. ما فقت للعشرة ونص. شو رأيك نرجع مثل الأول بالنهار؟ عمرك أطول من عمري، سبقتيني. خايفة؟ بدك الصدق؟ اي تفضل. اهلا اهلا استاذ شفيق. اهلا وسهلا. اهلا استاذ هاني. تفضل عود. انا جاي خصوصي مشان اللعبه. ولو المكتب مكتبك استاذ شفيق، فيك تضل قاعد لاخر الدوام. تفضل. يمكن فهمتني غلط حضرتك، أنا جاي مشان قاعدة بمكتبي. كأنه قاعة الاجتماعات ما حدا عم يقرب عليها. آخ يا أستاذ شفيق آخ، شو الواحد بدي يحكي؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. خير؟ كل يوم بتصل مشان قاعة الاجتماعات، بس لا حياة اللي ما تنادي. شو بدك تعمل؟ الحق على القانون. لو الشغلة بإيدي أنا، اللي ما بشتغل بعد 10 دقائق بكون ببيته، بس إيدي مربطة، ممنوع الفصل. على كل إن أنا مو مشان هيك جاي. يا ريت يا أستاذ هاني تعزولهم يغيروا لي هالكرسي، ما عم برتاح عليه. هاي شغلتها محلولة. هلا بتروح على مكتبك بتلاقي الكرسي مغير، هلا بتصل غيروا لك يا. لك خليني امشي. اقعد اشرب قهوة. دايما غير مرة، عن إذنك. مع السلامة. مكسور كمان؟ الشغلة ما عاد ينسكت عنا أبد. هذا اسمه استهتار. سيدي الوزير، مقدمه شفيق سنجق. سيدي، أقدم لكم احترامي لشخصكم وتقدير لجهودكم الكريمة، وبهذه المناسبة أبعث باستقالة هذه راجيا قبولها، لأن تجاوزات المدير العام الجديد تجاهي فاقت كل الحدود وفاقت حدود المعقول. سيدي الوزير، وتقبلوا فائق الاحترام شفيق سنجق. بكره بيقراها بيقول له ليش هيك عم تعمل الاستاذ شفيق؟ خليه يجاوبه لشوف. الاستاذ هاني بيك. طيب وبركي ما قراها وقع الاستقاله فورا، والله بنصير نترحم على ايام الكرسي المخلوع. خليها يا ابو محمود. خير استاذ، في شيء؟ لا ما في شيء. تسمع لك يا محمود، بدي شقفة بلوكة بس. ليش؟ هيك عاوزها. بدك اياها على 10 ولا على 15 استاذ؟ على 10. حاضر. بدي لاقي طريقة اتفاهم فيها معها. كل ما رحت لعند الوزير عم بتخوزق خازوق غير شكل.
أهلين 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 أهلين. برجلك يا مين، برجلك يا مين. أهلا وسهلا فيكي، شرفتيني، نورتي بيتك ومطرحك، والله خير. الله مبسوط إنه رح نسكن سوا بهذا البيت. رح أعرفك على البيت هلأ. عنا هي اسمها مملكة المرأة، هيك بيقول المثل. هي مملكتك حبيبتي، المطبخ، بدي اكل من تحت دياتك احلى وازكى الاكلات. قبلاني ان شاء الله. طيب رح اعرفك هلا على غرفه ثانيه بالبيت، من يوم ما خلقت ما بطيقه مغمه، ما حدا بيقعد فيها غير بينجلد. اوعى تفوتي عليها، تتفرعي هون وبتقعدي هون، ما حدا بينظر عليكي ولا حدا بيشوفك. اذا بدك عبي البحره وقعدي طبشي فيها من الصبح للمساء، كمان ما حدا بيزعجك. رح اعرفك هلا على غرفه النوم. عسري عسري عسري، روح قلبي البس فيها البيجامة. لشو غرفة النوم والبيجامة هلا؟ فوت ساوي لنا فنجان قهوة بعدين نتهون على الشغل، لأنه مثل ما بيقولوا الرزق بحب الخفية. لك لا هلا خلينا نروح على غرفة النوم. شو غرفة النوم؟ ساوي لنا فنجان قهوة، خلينا نروق راسنا شوي. شو بدا؟ حاطط ببالي أربع خمس أيام أنا شهر عسل. إيه لشو؟ لشو شهر العسل؟ يعني نحن اثنين تجاوزنا الطاشات من زمان، يعني انت فالج وحده وانا جلطه واحد، حارتنا ضيقه وبنعرف بعضنا. فوت ساوي لي قهوه. يا على قامتك يا وفاء على الوقت. شايف شلون البيت مثل النفجه؟ امبارح طول الليل وانا عم بقلط فيه. جعت ما هيك؟ لا ما كنت جوعان، بس ريحه الفروج بتشهي جوعتني. مو غسل ايديك ابي وام. شامين الريحة؟ تفلفلوا. مسيك أبي مسيك. شو بابا ما بدك غسل؟ أرفع مني ولا؟ لا مو أرى، بس أنت قلت لي غسل إيدي وأنت ما غسلت. أنا شغلتي ربيك، شو ما بدي بتعمل؟ أنت مو شغلتك تربيني، ما بدي أسمع صوتك بنوبة، مسيك. ما في شوكة؟ 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 اسمع عنتر، اسمعوا يا حبيبي، تمدنوا الشباب صاروا يشربوا الحليب بالشوكة. بتقلها لأمك الفروج بيتاكل بالإيدين، حتى الإنجليز جماعة الشوكة بيعملوا هيك. أنا مو مشان الفروج، مشان بقية الشغلات. مو منجيب شوكة من المطبخ. قديش حط لك هذا الفهيم بالتعبير؟ 4/10، ايه العلامة بين رفقاتي، الله يسامح اللي كان السبب. شايف لك بدي انقلك من المدرسة كلياتها ونخلص بقى، ما فيها ولا استاذ بيفهم. حطيت علي هذا الاستاذ. من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني تتم تتم ها 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 ها. من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني شو مشارق اليوم؟ ايه مشارق، لانه بصراحة ما رضيت احكي قدام نوال مشان ما تقولي ليش ما حكيت وبعدين نسيت. رجعت حق من حقوقي. شو هو؟ الكرسي الدوار، فت لعنده وقلت له اياها بنص عينه. على كرسي خيزران ما بعود، قام رأسا تلفن مثل التوتو وقال لهم بتجيبوا له كرسي دوار. خاف. ومن شو خاف؟ من نبرتي، كان مبين على وشي اني ناوي على الشر اذا قال لا. احكي معه بنفس النبرة من شان السيارة، بركي بخاف كمان. ما بيصير فوت لعنده كل يوم واضغط عليه، كتر الضغط بيولد الانفجار. اطلع السلم درجة درجة، ستيب باي ستيب. هي هي دية هي دية هي دي هي دية هي 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 دية هي هي دية هي هي بنت اللقطة هي 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 أحلى أحلى هي دية هي 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 دي بنت اللقطة
كل ما نشوفها برسم خطة، كل ما نشوفها برسم خطة، بمشي وراها واحد 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 واحد. أنا عم تستفزني ها؟ حبيبتي ليش عم تستفز؟ خير شوفي شوفي، انت بتعرف موقفي من هاي الاغاني، بتعرف انه بيتنكز بدني لما بسمعها، عم تعيدها وتفتق فيها بالبيت، شو بتسميه؟ لك حبيبتي عم حاول قد ما فيني زبط باللحن مشان تضرب الغنية، اذا ضربت الغنية يا لطيف بيمشي سوقي منيح كتير. هلا ما حد في براسك غير كلمة سوق؟ ما عم تفكر بشي اسمه فن؟ اروى الله يخليكي، لما يعينوكي معيدة بالمعهد اعملي محاضرات قد ما بدك، بس الله يخليكي خليني اعرف اشتغل هون منيح. ايه انا هالزبالة هي اللي عم تعزفها انا ما بقدر اسمعها، بتحب تشتغل بترك البيت وبروح على بيت اهلي بنهار. حبيبتي ما تروحي، انا رايح البس وبمشي خلاص. ايه الله معك. بابا تعرف تقري؟ وليه عم تسأل؟ بدي أحل وظيفة. بابا هون ما في حدا يحل لك، بدك تعتمد على حالك، مو كل وظيفة بيعطوك ياها بالمدرسة أنا بدي أحل لك ياها، وإلا شو فايدة العلم؟ بابا لا تحل لي ياها، أنت بس جاوبني مشان نتأكد. وبركض أستاذ الإعراب طلع مثل أستاذ التعبير ما بيفهم. ما هو نفسه أستاذ الإعراب أستاذ التعبير. والله شفت شفت؟ يعني انا بجوز اقول لك مفعول به، هو بكره يقول لك فاعل. يعني ما بتعرف؟ بلا بعرف. سؤال، لما ذهبت الى الدكان شاهدت احمر. شو عم يعمل؟ لك مو هون السؤال، لما حرف جزم ولا ظرف زمان؟ لما حرف جزم ولا حرف زمان؟ زمان. بابا انت شو رايك؟ حرف جزم. ها شفت ما شاء الله، ان شاء الله بتقبرني. شو بتفهم معناته؟ ليش عم تسأل؟ مشان اتأكد. بابا كل ما بيعصى عليك شغلة بتسأل، كل ما بيستعصي عليك شغلة شو تسأل؟ مني تاق على حالك ومفتح الباب. اوام اوام اهلين عمتو. اهلين عمتو، شو من امتى هون؟ والله من فترة. تفضلي. ابوك هون؟ ايه هون. تفضلي. طبر قلبي شوف. اهلين وسهلين بالدكتورة شهيرة اللي رافع راسنا بالعيلة كلها، جيتي بوقتك قام فرفح قلبي. خير ان شاء الله ما في شيء. روح ساوي شاي بابا. اوام شهيرة. لك بابا روح كف مغيار. اوام تعي لك شهيرة تعي. من أول ما إجا لهلا هلكني بأسألته، هو بيسأل وأنا جاوب، هو بيسأل وأنا بجاوب، يعني حلي له الوظائف خليني أخلص من المصيبة. تكرم هلا بحل له إياهم. شهيرة تعي كمان. شوفي لي أسناني فيهم شي؟ هلا هون بده يبين معي. خلص تعال عندي على العيادة بفحص لك إياهم. حطينا له إبريق الشاي. افتح تمك، خلي عمتك شهيرة تشوف لك أسنانك. روحي على الأرض عليكي روحي. رايح جاي مثل مكوك الحايك، عود رسم لك شوي. لك ليش انا عاد طلع معي شي؟ لك عاد طلع معي شي؟ انا من وقت ما وعدونا بهي البطيخة المخابرة صرنا عم ننام نحلم فيها ونوم نحلم فيها. لك العم على العلا. لا تحلم نساها. لك ليش الناس عم يخلوك تنسي؟ ليش الناس عم يخلوك تنسي؟ مو انا كمان من قلة عالي رح طبلت وزمرت؟ مين ما شافني؟ امتى حتطلع المقابلة يا؟ امتى حتطلع المقابلة يا؟ قلن وعدونا رح تطلع. شو الشغلة بإيدك؟ أصلاً إيدك.